السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكوفر برايمري 3 او الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الاول، ولسه بنكمل مع بعض شرح شابتر 1 او الفصل الاول making a stronger me او يجعلني اقوى، وكنا انهينا lesson 5 المرة اللي فاتت، والنهاردة هنبتدي في lesson 6. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. lesson 6 في page 15 او في صفحة 15، عنوانه commercials. commercials او الاعلانات التجارية. هنا اصحابي بيكلمنا عن الاعلانات التجارية او الكوميرشلز اللي احنا بنشوفها وبنسمعها، بنشوفها في التلفزيون وبنسمعها في الراديو او على اليوتيوب، او حتى بنشوفها في المجازينز او المجلات والنيوز بيبرز او الجرايد. اي كوميرشلز او اي اعلانات ممكن نكون بنشوفها وبنصادفها. المجتمع حوالينا وكل الميديا اللي حوالينا مليانة كوميرشلز او مليانة اعلانات. في كوميرشلز على السوشيال ميديا او على مواقع التواصل الاجتماعي، في كوميرشلز في التلفزيون ودي اهم حاجة فيهم طبعا وهي الاكثر انتشارا، في كوميرشلز كمان على اليوتيوب وعلى مواقع الانترنت المختلفة. الكوميرشلز او الاعلانات هي وسيلة بتستخدمها الشركات علشان تعرف الناس بالمنتجات بتاعتها وتخليهم يشتروها وتزود المبيعات بتاعتها وتكسب اكتر، وفي نفس الوقت بتساعدنا ان احنا نعرف حاجات كتيرة عن المنتجات الجديدة دي. فهنا اصحابي احنا بنتكلم عن الكوميرشلز او الاعلانات، وعايزين طبعا نستخدم السكيلز اللي احنا تعلمناها قبل كده، وعايزين واهمها طبعا الكريتيكال ثينكينج او التفكير الناقد، ان احنا نمسك الاعلانات او الكوميرشلز دي ونحللها ونعرف ايه المفيد بالنسبه لنا منها وايه اللي مش مهم او مش مفيد بالنسبه لنا منها. وكمان لازم نكون واخدين بالنا ان الكوميرشلز دي او الاعلانات دي بتستخدم السكيل اللي اسمها الكوميونيكيشن او التواصل والاتصال علشان توصل لنا الانفورميشن او المعلومات، وكمان تحوز على اهتمامنا او to grab our attention، تلفت انتباهنا للبرودكتس او للمنتجات اللي هم بيعلنوا عنها. هنتكلم في الموضوع ده بشكل جميل قوي دلوقتي، وهنوضح ازاي احنا ممكن نستخدم الكريتيكال ثينكينج او التفكير الناقد في تحليل الكوميرشلز اللي احنا بنشوفها حوالينا، وكمان ازاي نقدر نحدد المهم او المفيد بالنسبة لنا منها واللي مش مهم او مش مفيد بالنسبة لنا منها. فانا بيقول لنا كوميرشلز او الاعلانات، وبيقول لنا هنا talk with your group. talk with your group يعني تحدث مع المجموعة بتاعتك. احنا هنكون اتقسمنا في الكلاس روم لجروبس او لمجموعات. احنا عارفين طبعا ان مادة discover مبنية على البروجكتس او على المشاريع وعلى التيم وورك او العمل الجماعي، فاحنا دايما بنتقسم لجروبس او لمجموعات في الكلاس روم، وكل واحد بيبقى موجود في جروب مختلفة. المهم ان احنا دلوقتي مع الجروب بتاعنا، فبيقول لك talk with your group، تحدث مع الجروب بتاعك او مع المجموعة بتاعتك about one، على عن واحد of the commercials، من الاعلانات you have seen. you have seen انت شفته قبل كده. describe يعني اوصف the strategies، الاستراتيجيات، الطرق يعني اللي هم استخدموها، used المستخدمة to advertise للإعلان the product عن المنتج. decide قرر whether each strategy is used، أي استراتيجية مستخدمة to get your attention، للحصول على انتباهك، or provide information أو علشان توفر لك المعلومة. فهنا احنا دلوقتي هنبتدي نتكلم، كل واحد هيتكلم عن كوميرشال هو شافه او اعلان هو شافه، وازاي الكوميرشال ده او الاعلان ده كان بيعرض البرودكت او المنتج اللي هما بيتكلموا عنه، وازاي الكوميرشال ده قدر ان هو get your attention او ان هو يلفت انتباهك، وكمان يعمل لك providing للانفورميشن او يوفر لك معلومات ما كانتش عندك قبل كده. فبيقول لك هنا الكوميرشال، طبعا يا اصحابي في كوميرشلز كتيرة جدا، انا اخترت مثلا تو كوميرشلز او اعلانين
ممكن يكونوا موجودين دلوقتي في التلفزيون او على التلفزيون. وطبعا زي ما قلنا في كوميرشلز كتيرة جدا، ممكن تختار اي واحد منهم. انا مثلا اخترت الاعلان بتاع مورو او الشوكولاتة اللي اسمها مورو، هو اعلان جميل جدا وفي ليه اعلانات كتيره قوي بيتكلم عن الطاقه والناي، وازاي الشوكليت او الشوكولاته اللي اسمها مورو دي بتدي لك طاقه جامده جدا تقدر تساعدك بعد كده. والاعلان التاني اللي هو بيتكلم على الشاور جل اللي اسمه باندولين، او اللي هو الشامبو اللي هو اسمه باندولين ده، والنجمه مي كساب طلعت فيه وعامله اعلان جميل قوي هي والاطفال اللي معاها، والاعلان ده جميل جدا جدا. طبعا الاولاد كلهم بيغنوا الاغنيه بتاعته، انا حتى اولادي بيغنوا الاغنيه بتاعته، اعلان جميل قوي. فالاعلانين دول ممكن نتكلم عنهم ونستخدمهم في في البيج دي. فمثلا الكوميرشال النيم بتاعه، مثلا انا هكتب باندولين او مورو اور مورو اور مورو تشوكلت، باندولين اور مورو تشوكلت. بيقول لنا هنا سيلينج استراتيجيز او استراتيجيات البيع، ديسكريبشن الوصف، اتنشن اور انفورميشن، هل يا ترى هو لفت انتباهك ولا ادالك معلومات جديده. فاول حاجه في السيلينج استراتيجيز او في استراتيجيات البيع بيقول لك هنا باند ويجون، باند ويجون يعني الفرقه الموسيقيه، الموسيقى اللي هم استخدموها الفرقة الموسيقية والأغاني اللي عاملينها في الإعلان، هل يا ترى هي جميلة ولا لأ؟ All cool، كله جميل وكله رائع ولا لأ؟ People your age have one، الأطفال أو الناس اللي في سنك عندهم واحد من البرودكت ده ولا لأ؟ فمثلا أنا هقول هنا مثلا I see kids like me have one، أنا شايف أطفال زي بالظبط عندهم البرودكت ده، واحد من البرودكت ده، سواء كان الباندولين اللي هو الشامبو ده ولا المورو تشوكلت او الشوكولاتة مورو دي. فانا شايف الاعلانين مثلا الاطفال عندهم واحد، وهو الاعلان جميل ومسلي جدا. هل يا ترى هو grab your attention ولا ادالك information؟ بالنسبة لي مثلا الاعلان بتاع باندولين ده او الاعلان بتاع الشامبو ده هو grab my attention، هو لفت انتباهي، لان طبعا مفيش انفورميشن جديدة. يعني اي شامبو في الدنيا بنحط عليه مية واحنا بنستحمى بيه او احنا بنغسل شعرنا بيه، فمفيش new information او مفيش معلومات جديدة. فهو grab my attention او حصل على انتباهي ولفت انتباهي علشان خاطر الباند ويجون او الفرقة الموسيقية اللي فيه عاملة موسيقى جميلة قوي وفي اغنية جميلة قوي لفتت انتباهي ولفتت انتباه كل اللي شافوا الاعلان وكل اللي شافوا الاعلان، وفي نفس الوقت هو اعلان مسلي وجميل. فهنا هكتب attention. طب تاني حاجة بيسألنا عنها show results، بيوضح النتائج of a competition الخاصة بالمنافسة with another product، مع منتج تاني. هل يا ترى الاعلان ده كان بيوضح ان في competition او في منافسة بينه وبين another product، او في منافسة بينه وبين منتج تاني، وما جابش في سيرة منتج تاني خالص، لا في المورو شوكليت ولا في الباندولين شامبو ده، فانا هو ما استخدمهوش، فما فيش اي description هنا، وما جابش سيرتهم خالص اي شركة تانية او اي منتج تاني، وبالتالي ما فيش اي information وما فيش اي attention هنا، فهنا شرطة وهنا شرطة. طب تالت حاجة ممكن تستخدمها الشركة اللي بتعمل الاعلان ده، الميوزك او الموسيقى، هل يا ترى كان في موسيقى في الاعلان ده ولا لا؟ طبعا هنا هقول it has a song او ليه اغنية، الاعلان كان فيه اغنية، اعلان باندولين ده مثلا اعلان جميل جدا ومي كساب مغنية فيه اغنية جميلة جدا، فهو كان فيه سونج جميلة، it has a song. هل يا ترى هو اداني information ولا grab my attention؟ طبعا السونج بتاعته ما ادتنيش new information خاصة بالبرودكت او بالشامبو، بس هي ادتني انفورميشن خاصة بالانواع اللي هم بيقدموها، ان في نوع ريحته بالفراولة وفي نوع ريحته بالبنانة او بالموز، فهو اداني انفورميشن عن الحاجات اللي هم حاطينها في البرودكت ده او في المنتج ده، فهنكتب هنا انفورميشن. بيقول لنا هنا colorful
packaging, colorful packaging او تغليف ملون. الغلاف بتاع البرودكت ده كان colorful او ملون ولا لا؟ طبعا هنكتب هنا the packaging was colorful. التغليف كان ملون. وطبعا لما انا شفت الغلاف الملون بتاع البرودكت ده هو grab my attention، هو مدنيش information جديدة بس هو حصل على اهتمامي. الكولرز بتاعته كانت جميلة فهو grab my attention، فهنكتب هنا attention. طب famous people or cartoon characters، كان في famous people or cartoon characters في الادفرتايزمنت ده او في الاعلان اللي انت شفته ده. طبعا في بالنسبة للاعلان بتاع باندولين ده كان في مي كساب مثلا، ممكن نكتب اسمها هنا. وال attention or information طبعا هو grab my attention، لما شفت famous person او شخص مشهور في الاعلان هو grab my attention او حصل على اهتمامي. طب mention sale or price of product، هو ذكر السعر بتاع البرودكت ده ولا لا؟ طبعا في الادفرتايزمنت بتاع باندولين ده قال ان البرايس 5 pounds او 5 جنيه، فهنكتب هنا 5 pounds او 5 جنيه. وطبعا هو لما قال لي الانفورميشن دي فهو اداني انفورميشن فعلا، فهنكتب هنا انفورميشن. طب other، في اي حاجة تانية استخدمتها الشركة دي في الكوميرشال ده او في الاعلان ده ولا لا؟ طبعا مفيش اي حاجة تانية هم حطوها في الاعلان ده او انا افتكرها، فهعمل هنا شرطة وهعمل هنا شرطة. وزي ما وضحت يا اصحابي قبل كده مفيش هنا اجابة نموذجية، احنا بنفكر مع بعض. انا بتكلم عن اعلان جه في دماغي، انتوا ممكن تشوف اعلان تاني او اي كوميرشال تاني وتقدر تحلله وتعمله critical thinking او تفكير ناقد، وتشوف الاعلان ده متوفر فيه الاستراتيجيز دي ولا لا، الشركة اللي عملت الاعلان ده حطت فيه الاستراتيجيز دي ولا لا. وهتكتب طبعا الديسكريبشن او الوصف بتاع كل استراتيجي من الاستراتيجيز دي كانت موجودة ازاي، وهتكتب هي grab your attention، هتكتب attention ولا information، ادت لك اي information هنا ولا لا. فالمهم ان احنا نعرف ازاي نفكر ونعمل critical thinking او تفكير ناقد، ونحلل الكوميرشلز او الاعلانات اللي احنا ممكن نشوفها في الوسائل المختلفة. وتحت هنا بيقول لنا اصحابي is this commercial helping me making good choice، هل يا ترى الكوميرشال او الاعلان ده ساعدني ان انا اختار اختيار جيد ولا لا؟ فاكتب هنا اصحابي طبعا yes it helped me to make a good choice، او ان هي فعلا ساعدتني ان انا اعمل اختيار جيد. وبيقول لنا هنا why، لماذا، or why not، او لما لا، هي ساعدتك ولا ما ساعدتكش، ليه لو ساعدتك وليه لو ما ساعدتكش. هقول مثلا because، لان، وطبعا قلنا قبل كده ان اي واي في الدنيا يعني او اي لماذا في الدنيا الانسر بتاعتها لازم تبدا بيبي كوز، فاي واي هنبدا الاجابه بتاعتها بيبي كوز او لان. وهنقول it gives me some information about the product and its price، because it gives me some information about the product and its price، لان هي ادتني بعض المعلومات عن المنتج ده وكمان عن السعر بتاعه. وزي ما قلنا انت ممكن تكتب اي اجابة هنا، المهم ان هي تكون اجابة لوجيك او منطقية، وتفكر في الاعلان او الكوميرشال اللي انت بتتكلم عنه وتشوف الحاجات اللي موجودة فيه وتقدر تعمل له critical thinking زي ما قلنا من شوية. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 16 او صفحة 16 وعنوانها A new product brainstorm. A new product brainstorm يعني منتج جديد، وbrainstorm يعني عصف ذهني. فطبعا يا اصحابي هنا المفروض بقى ان احنا هنعمل designing او تصميم لnew product commercial او اعلان عن منتج جديد. وbrainstorm او العصف الذهني طبعا احنا عارفينه من السنين اللي فاتت، ان احنا كلنا في الجروب بتاعنا نقعد نفكر مع بعض او نعمل عصف ذهني عن طريق ان احنا نتبادل الافكار علشان نوصل لافضل شكل وافضل رأي وافضل فكرة خاصة بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. ده اسمه البرينستورمينج او العصف الذهني. فهنا بيقول لنا brainstorm ideas، اعمل عصف ذهني للافكار for your commercial الخاصة بالاعلان بتاعك. listen to everyone's ideas، استمع لرأي كل واحد in your group في المجموعة بتاعتك.
write all the ideas اكتب كل الأفكار والآراء in your book في الكتاب بتاعك be sure كن متأكدا to name ان انت تكتب اسم your product للمنتج بتاعك فبيقول لنا هنا أصحابي product name أو اسم المنتج طبعا أنا ممكن أفكر في أي منتج من المنتجات ممكن نقول أي حاجة فمثلا لو أنا قلت مثلا هنعمل مشروب خاص بالأطفال وليكن حليب مثلا فممكن نسميه healthy milk أو حليب صحي product name healthy milk أو حليب صحي انت ممكن تعمل product تاني أو منتج تاني المهم ان انت هتكتب name of your product هنا وبيقول لنا كمان how will we get the buyer's attention ازاي احنا هنحصل على انتباه ال buyers أو المشترين مثلا by an attractive song أو عن طريق أغنية attractive أو جذابة by an attractive song أو عن طريق استخدام أغنية جذابة ممكن كمان نقول children will drink the milk أو الأطفال هيشربوا اللبن بيقول لنا كمان what should we say about the product إحنا يجب نقول إيه عن البرودكت ده ما الذي يجب أن نقوله عن هذا المنتج What should we say about the product? المفروض ان احنا نقول ايه عن البرودكت ده او عن المنتج ده مثلا ممكن نقول It makes you stronger ان هو بيجعلك اقوى هيخليك اقوى وهيخليك احسن It makes you stronger ممكن انت تقول حاجة تانية وبيقول لنا تحت هنا What words ايه الكلمات sounds الاصوات images والصور Can we use اللي احنا ممكن نستخدمها to persuade لإقناع the audience الجمهور ايه الwords والsounds والimages can we use to persuade يعني إقناع ان احنا نقنع the audience الجمهور الwords مثلا ممكن نقول making a stronger me او يجعلني اقوى الساوندز مثلا انا مش لاقي ساوند معين ممكن نكتب ميوزك الميوزك هنستخدمها طبعا في الكوميرشال بتاعنا والايمجز مثلا ممكن نحط صورة حد قوي هنا ولد قوي هنا او طفل قوي في الاعلان بتاع البرودكت في الكوميرشال بتاعنا عن البرودكت ده اخر حاجة بيقول لنا what else do we need to add احنا محتاجين ان احنا نضيفه فاول هنا مثلا I need to add the price of the product انا محتاج اضيف سعر المنتج فبالتالي هنا هنكون عملنا good commercial او اعلان تجاري كويس هيوضح كل الانفورميشن او المعلومات الخاصة بالبرودكت او بالمنتج بتاعنا وكمان هي grab الاتنشن بتاع الاودينس او بتاع الجمهور وهيديهم كمان انفورميشن او معلومات عن البرودكت اللي احنا بنعمل له الكوميرشال ده او الاعلان ده وبكده نكون انهينا بيج 16 وانهينا معاها lesson 6 او الدرس السادس وانهينا درس النهاردة اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس لو اعجبك الدرس اعمل لايك اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو ما تنسوش تتابعونا على قناتنا الجديدة والصفحة بتاعتنا والمجموعة كمان الخاصين بينا على الفيسبوك وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته